أنا موجود في أكثر مكان في قطاع غزة بينزحوا عليه الناس المهجرين من بيوتهم قصرية، وهي مدرسة الأنور أو مدارس المتال. اليوم راح أوريكم مثال بسيط عن الناس كيف عايشة وكيف ظروفها الصعبة في هذا الوضع. كم واحد في الغرفة هذه؟ ما لهم مش عدد، كل حين بيجوا ناس جداد وبطلع، بس تعرف مين بيجي مين بيخش. الوكالة فتحت المدارس فقط، ولكن ما فيش أي خدمات تقدم للمواطنين، والمواطنين شاردين من بيوتهم، لا عندهم إيواء ولا فراشات ولا حش ولا إشي. واحد هارب من حرب وهارب من الموت ينام على الرمل. يعني الوضع سيء. أول شيء خدمات ما فيش، مية حلوة ما فيش، حمامات دائما وسخة وطافة إلى الآن مش عارفين ندخلها. وبعدين كمان حتى الوجبات، يعني تيجي وجبات من برا بنقول بناشط إحنا، أعطوا العائلات اللي عندهم أطفال صغار بيوزعوها دسدسة من واحد لواحد لواحد وسطان. بتجيب لحم وبتجيب جاب السردين من الأحمر هذا اللي له 5 سنين محطوط في المخازن، وجابت علبة لانشون اليوم. كل يوم كل يوم كل يوم بيوم؟ لا مش كل يوم. امبارح له أول امبارح واليوم. الناس الأطفال هذا اللي بناموا على البلاط، أطفال بناموا على البلاط، ما فيش فرشات، فيش بطانية تغطيهم، فيش حدا يقويهم. شوف كيف نمين، طلع تفرج. بس مطالب الوكالة، مطالب العالم كله يجي يشوف البهدلة اللي بتصير في المدارس، في مدارس الإيواء، يجيبوا مية للناس. ما احنا قلنا فيش مية. انتوا مش تسووا جرائم والناس ترموهم زي الكلاب. ما فيش مية بالمرة؟ فيش مية لست أيام. وين حقوق الإنسان؟ وين جرائم الحرب؟ تيجي تشوف الحرب اللي بتصير هذه. وين تعين حقوق الإنسان؟ تيجي تشوف الجرائم اللي بتصير في الوكالة. الحياة هنا يعني غير لا تطاق أبدا. يعني عايشين غصب عنا، الرعب والخوف اللي احنا عايشين فيه، والاطفال كل ما يعني كل ما يسمع يصير ينزل صاروخ ولا شيء، تلاقي الطفل نايم يفز هيك يرتفع فوق وينزل ينخبط في الارض. في هذا حياه، اي حياه هذه اللي احنا عايشينها؟ لا كهرباء لا ميه، يعني حتى ضيق النوم منهم. يعني انا ومرت ابني وولاد ابني عايشين، يعني احنا بننام تقريبا متر، اللي احنا المكان اللي بننام فيه متر بس مش اكثر ولا اقل. يعني طول الليل احنا هيك غرقين قلقصه يعني في النوم، حتى النوم مش باخذين راحتنا فيه. احنا بنطالب في الوكالة، الإدارة الوكالة تيجي تتابع عن قرب المأساة اللي بيعوشوها أبناء شعبنا في المدارس الوكالة. أوكي احنا كل الشكر للوكالة اللي آوت الناس هذه، إلا أنه برضو الأمر يتعلق في مقومات الحياة للناس، النواقص كثيرة والمطالبات كثيرة.